السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. نهدي لكم هاد الوريدات، شوف على الوين شحال زوين ديالهم. بقى نهدي لكم في الوريدات تيطلعوا لكم في الراس، قولوا لي يطلعوا لكم في الراس، نشوفوا حاجه اخرى. المهم اليوم جيت ندير معكم واحد الكيك ساهل ديال قالوا لي قالت لي صاحبتي هبه سميتو كاستانيا ولا مع اسمو. المهم هما دوك لي شاتان بحال البلوط، كيشبهوا البلوط. دونك هنا غادي نوريكم شحال كتجي زوينه هاد الكيك. هاد الكيك هادي دونك عندي هنا ثلاثه البيضات، تبعوا معايا. عندي 50 غرام ديال السكر، مي السكر داك السمر، فوالا. تنخلطهم مع بعضهم، اوكي. ملي تنشوفهم تخلطوا مزيان، صافي دير بياض شويه هذاك، دار ديك الرغيوه الفوق، تنزيدوا فوق منهم الزبده، اوكي. الزبده تكون ماشي مكونجليه بزاف، تكون دافيه يعني دغيا الدور، فوالا. دونك ملي تتخلط الزبده، ملي تنشوف ديك الزبده تخلطات، تنزيد الفرينه، اوكي. دونك الفرينه هنا عندي 100 غرام ديال لافارين، التي صابو مزيان في بلاصتو. ونزيد هذا كيس ونص ديال الفاني، لان عندي هذا النص محلول ديجا ما نضيعوش. ونزيد واحد، تقدروا ديروه بالبلوط، عندنا في المغرب البلوط زوين، يعني كتسلقيه وتحنيه، فوالا. ها هو عندي 200 غرام، مي ماشي البلوط ولكن كيشبه لي. دونك اون توكا ها هو، تنديرو تندورهم حتى هما، نخلطهم، يعني ساهل ما كاينش حوايج بزاف. البلوط ديجا راه حلو هويا، ماشي مر ولا شي حاجه. ملي سنخلطهم كلهم، عاد باش غنزيد فيهم كيس ديال الخميره واحد، يعني ساشي. صافي تنخلط كل شيء، هذا الشيء يعني هو كل مره كدير حاجه بحاجه. هاد التخليطه هادي ما نزربش الماشينه، غير بشويه، غير ديك الخميره تدخل، ولا تندخلو الفران درجه الحراره 180، تيدي ليا واحد نص ساعه. ملي تنخرجو هكايا، تندير فوق منه الشوكو شوكولا، ها هو هاد الشوكولا زوينه حتى هي، ولكن تيجي غزال. جربوه يا ستات، جربوه بالبلوط راه يجي زوين، لان راه تقريبا كيف كيف. من بعد تنقطعوه هكا طرونش، تناكلوه مع القهوة حليب ولا مع شي كويس ديال اتاي، ها هو شي شحال زوين. ايوا نتوما مرحبا بكم وشكرا على الحضور، بارك الله فيكم. ونتمنى تكون عجباتكم هاد الكيك ديال اش غنقول لكم، ديال كاستانيا او لي شاتين او البلوط. اي بون ابيتي، ميرسي.